الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم أتينا بورد إن شاء الله، ورد سهل من يطبقه يوميا للغنى والرزق إن شاء الله، من عنده العكس في الرزق والمال يتبع هذا الورد لمدة 40 يوم سيرى نتائج فيه إن شاء الله، وكذلك لإيجاد العمل ولتيسير الأمور وجلب الرزق إن شاء الله. وهو أن تقول تقرأ في الليل وراء صلاة العشاء آية الكرسي 170، تقرأ آية الكرسي 170 ووراءها لما تنتهي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله الغني المغني، لا حول ولا قوة إلا بالله الغني المغني، لا حول ولا قوة إلا بالله الغني المغني. تقرأه 1000 مرة، تقول هذا الذكر 1000 مرة وراء آية الكرسي 170. ولما تنتهي تصلي على النبي بأي صيغة شئت، بأي صيغة شئت 170. مثلا ممكن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وسلم عليه، أو تصلي الصلاة الإبراهيمية بأي صيغة شئت، تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 170. تتبع هذا الورد يوميا إن شاء الله لمدة 40 يوم، يفيض عليك المال وتجد العمل أو الرزق وتتيسر لك الأمور. هذا الورد يجلب المال والرزق وإزالة العكس والنحس على المال والرزق إن شاء الله. وممكن أن تلقى أو تجد المال في المنزل، أو يدخل عليك المال بسرعة، يعني سيأتيك المال بدون مشقة إن شاء الله من المجربات. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.